تحية طيبة مشاهدينا الكرام، يوم جديد وجولة جديدة في السوق، مرحبا بكم ومرحبا بك يا سيدي. مساء الخير ولاء مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير. أهم عناوين جولة السوق: الحكومة الروسية والبنك المركزي يتفقان على خطوات لمعالجة تهاوي صرف الروبل، والأسهم الأوروبية تتراجع بسبب القلق. سوق دبي باللون الأحمر متراجعا للمرة العاشرة خلال ديسمبر، ومؤشر أبو ظبي يسترد عافيته وقطر إلى الصعود. وفي السوق أيضا، مصر توقع أول عقد لإنتاج الغاز الصخري من الصحراء الغربية باستثمارات تتجاوز 30 مليون دولار. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل. رغم ارتفاعها بنسبة 3% أمام الدولار و 4% أمام اليورو اليوم، فإن العملة الروسية الروبل فقدت 50% من قيمتها هذا العام. وجاء الارتفاع بعد الإعلان عن أن الحكومة الروسية والبنك المركزي اتفقا على خطوات لمعالجة أزمة صرف الروبل مقابل العملات الأجنبية. ومن الواضح أن العقوبات الغربية على موسكو تركت أثرا سيئا على الاقتصاد الروسي إجمالا، ثم جاء انخفاض أسعار النفط ليزيد من هذا الأثر. تقرير في الموضوع. ارتفعت العملة الروسية بشدة وسط تعاملات متقلبة، لكنها ما زالت منخفضة 50% تقريبا أمام الدولار هذا العام. وزاد الروبل نحو 3% أمام الدولار و 4% أمام اليورو، بعدما شهد ضغوط بيع شديدة هذا الأسبوع أجبرت البنك المركزي على رفع سعر الفائدة الرئيسية 650 نقطة. إلى ذلك اتفقت الحكومة والبنك المركزي على سبل لمعالجة المشاكل في سوق الصرف الأجنبي، لكنها لم تكشف عنها بعد. ويدخل البنك المركزي في سوق الصرف بما قيمته 80 مليار دولار هذا العام لدعم العملة الوطنية التي تراجعت قيمتها بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات المفروضة على موسكو بخصوص الأزمة في أوكرانيا وزيادة حالة الفزع في الأسواق. وفي شوارع العاصمة موسكو ألقى المواطنون باللوم على الحكومة التي لم تتخذ من وجهة نظرهم إجراءات للحد من نزيف العملة. نريد من يهدئ الناس، لكن الحكومة لا تستطيع فعل ذلك. الآن المواطنون يذهبون لسحب أموالهم وشراء احتياجاتهم، لكن ليس لدينا بضائع كافية، سوف نكون مفلسين، وكل ذلك لأن الولايات المتحدة تريد إسقاط رئيسنا. إنهم يحاولون الضغط على بلدنا، وأود أن يكون الناس أكثر وطنية، فعلى أي شخص يعيش في هذا البلد أن يحبها ويفعل أي شيء من أجل أن يكون شعبنا أفضل حالا. يأتي هذا فيما أغلقت بعض متاجر موسكو الفاخرة أبوابها لإتاحة الفرصة للعاملين لرفع المنتجات الفاخرة من الواجهات وتغيير بطاقات الأسعار بعد الهبوط الكبير في سعر العملة. ولم تفتح المتاجر الفاخرة في موسكو أبوابها لأسباب فنية حسب ما كتب على لافتات وضعت على واجهات المتاجر. الأزمة التي يمر بها الروبل الروسي والتذبذب في أسعار النفط العالمية يلقيان بظلالهما على الأسواق الأوروبية التي تراجعت كثيرا، أما الأسهم الآسيوية فتعافت بعض الشيء بسبب ارتفاع أسهم شركات قطاع الطاقة بالتزامن مع صعود أسهم شركات التصدير اليابانية. بفعل أزمة الروبل الروسي ومزيد من التذبذب في أسواق النفط، انخفضت الأسهم الأوروبية لتبدد جزءا من مكاسبها في الجلسة السابقة، ونزل سهم توتال 1.2% وسيب 0.9% وبي بي 0.5%. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي روستات إن تراجع أسعار الوقود وزيت التدفئة والاتصالات أبقى معدل التضخم بمنطقة اليورو منخفضا في نوفمبر تشرين الثاني، مؤكدا بذلك تقديره الأولي السابق. كما صدر عن الاقتصاد الأوروبي القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر نوفمبر تشرين الثاني، والتي ارتفعت بمقدار 0.3%. وفي آسيا ارتفعت الأسهم في ثالث جلسات الأسبوع لتتعافى من أدنى مستوى في شهرين بدعم من ارتفاع أسهم شركات قطاع الطاقة بالتزامن مع هبوط الين وصعود أسهم شركات التصدير اليابانية. وأظهرت بيانات النمو الصادرات اليابانية 4.9% في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما جاء دون التوقعات.
وفي سوق العملات ارتفع الدولار 0.8% بعد أن تراجع في اليوم السابق عندما استحكمت أزمة العملة الروسية، وهبط اليورو حوالي 0.4%، في حين ارتد الجنيه الاسترليني ماحيا بعض من خسائره أمام الدولار بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني وبيانات طلبات الإعانة في بريطانيا التي سجلت انخفاضا ملحوظا في نوفمبر تشرين الثاني. كما تراجع الين الياباني على الرغم من تقلص عجز الميزان التجاري لليابان خلال نوفمبر تشرين الثاني. وفي سوق المعادن ارتفع الذهب 0.2% بعد تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء دفعت المعدن النفيس لأعلى مستوى قبل أن ينهي الجلسة على ارتفاع طفيف. وبالعودة مشاهدين الكرام إلى الخبر الرئيسي في نشرتنا هذه في جولة السوق حول الاقتصاد الروسي، ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو السيد رائد الأغبر الكاتب الصحفي. سيد رائد، بداية، ارتفاع اليوم في سعر الروبل هل هو برأيك استثناء أم نتيجة لإجراءات ربما تكون حكومية، وهل تتوقع أنت الاستمرار في هذا الارتفاع؟ يعني في الحقيقة هو نتيجة فعلا لإجراءات اتخذتها الحكومة الروسية، حيث أن الأزمة يوم أمس كانت في وضع غير مستقر للروبل الروسي. الروبل الروسي تصاعد بالأيام الأخيرة من قيمة انهار عفوا من قيمة 40 إلى 50 إلى 60 إلى 70 وصولا إلى 80 مقابل الدولار يوم أمس. فما دعا الحكومة الروسية ورئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف إلى اللقاء مع رئيس البنك المركزي الروسي واتخاذ إجراءات لرفع قيمة الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع سعر الروبل الروسي نسبيا ليس قليلا في هذا اليوم، ويحتمل أن يتزايد ارتفاع سعر الروبل حتى يوم غد. طيب نعم سيد رائد، أنت أشرت إلى اجتماع مهم بين الرئيس الروسي ورئيس البنك المركزي. هناك مسؤول في البنك المركزي قال إن الحكومة والبنك اتفقا على سبل لمعالجة المشاكل في سوق الصرف الأجنبي. أنت أشرت إلى رفع قيمة الفائدة لكنه في الواقع لم يكشف عن هذه السبل، هل لديك تفاصيل أخرى أو بالأحرى ما هي توقعاتك لها؟ يعني في الحقيقة نحن نستطيع الخوض في غمار هذه الأزمة عندما نتكلم عن أزمة الروبل الروسي. للحكومة الروسية احتياطي من العملات الصعبة والذهب ما يقارب 500 مليار دولار، والحكومة الروسية حتى الآن لم تغامر بهذه القيمة لدعم الروبل الروسي منذ اندلاع أزمة الاقتصاد الروسي. طبعا هناك يعني خياران مختلفان حول أزمة الروبل الروسي وانهيار الروبل الروسي. الخيار الأول هو انهيار أسعار النفط العالمية من ما يحاول حوالي 100 دولار للبرميل الواحد حتى وصولا إلى 60 وأقل من 60، ويحتمل أن تصل إلى 40، إذن أقل من النصف. صحيح. من يقارن هبوط الروبل الروسي بسعر أسعار النفط بأسعار النفط يجد بأن هناك مقارنة شبه طبيعية، أقرب إلى الطبيعية، إلا أن الروبل الروسي هبط أكثر من أسعار النفط. لكن الخيار الآخر هو الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد الروسي والعقوبات الأوروبية ضد روسيا. لكن حقيقة الخيار الثاني هو أقل فاعلية من خيار انخفاض أسعار. هو يعني العالمية. بطبيعة الحال على الأرض لا نستطيع أن نفصل بين الأزمة الأوكرانية كما يقول المتابعون وما بين ما يحدث من أسعار، يعني انخفاض كبير في أسعار النفط. أسألك أخيرا عن اتجاه بعض المحال التجارية لتغيير أسعار السلع، هل هذا يعني برأيك وأنت تعيش في الشارع الروسي بعلم الحكومة أم أن كل محل يرفع الأسعار كيف يشاء، وكيف إذن يتعايش الناس في روسيا مع هذا الارتفاع الرهيب في الأسعار كما يعني تتوارى الأخبار؟ يعني أخي الكريم أنا يعني أستطيع أن أقول أن ما تحدثت عنه هو مغالطة. نحن الآن على أبواب العام الجديد، هبط سعر الروبل في روسيا إلى أكثر من الضعف، إلا أن الأسعار في المحال ما زالت ثابتة، وحتى في جميع المؤسسات التجارية خوفا من الكساد التجاري عند التجار. الأسعار شبه ثابتة، لكن بالطبيعي هذا نتيجة بأن هناك
بضائع في المستودعات الروسية قد اشترت من وقت سابق، أي في أسعار الروبل السابق عندما كان الروبل بقيمته. نعم. لكن عند نفاد هذه الكميات ينتظر أن ترتفع الأسعار بعد بعد هذه السنة فورا في مقتبل العام الجديد. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ رائد الأغبر، الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي، متحدثا إلينا عبر الهاتف من موسكو. تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 59 دولارا للبرميل قرب أدنى مستوياتها في 5.5 أعوام العام، إذ ألمح المنتجون الرئيسيون للنفط إلى أنهم سيواصلون الإنتاج بالرغم من تخمة المعروض وتراجع الطلب من روسيا وأوروبا. ونزل خام برنت تسليم فبراير شباط إلى 58 دولارا و81 سنتا للبرميل، كما هبط الخام الأمريكي ليسجل 54 دولارا و23 سنتا. وهوت أسعار النفط إلى النصف تقريبا خلال 6 شهور الماضية، إذ طغت زيادة إنتاج النفط الصخري الخفيف عالي الجودة في أمريكا الشمالية على الطلب. ومن جهة أخرى، قال مسؤولون بإقليم كردستان العراق إن صادرات النفط الخام العراقي إلى ميناء جيهان التركي قد تصل إلى 800,000 برميل يوميا العام المقبل، وهو رقم أعلى مما أعلن في السابق. قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن بلدان الخليج العربية المصدرة للنفط قادرة على تحمل أسعار النفط المتهاوية. وأضاف رئيس بعثة الصندوق في الإمارات العربية المتحدة أن الاقتصادات الكبيرة في مجلس التعاون الخليجي كونت احتياطات مالية ضخمة ولن تضطر لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق، وبمقدورها تجنب حدوث تباطؤ حاد في نمو اقتصاداتها. وأوضح أن أغلب بلدان مجلس التعاون الخليجي لديها إمكانات كبيرة في شكل أصول خارجية في صناديق الثروات السيادية أو البنوك المركزية، مشيرا إلى أن أغلب هذه البلدان لديها القدرة على الاقتراض. وقال فينغر إن الإمارات قد تضطر إلى الاعتماد على مخزونها من الأصول الخارجية لمواصلة الإنفاق الحكومي إذا استمرت أسعار النفط عند المستويات الحالية أو انخفضت عنها. أغلق سوق دبي المالي باللون الأحمر بعد جلسة متقلبة ليحقق تراجعه العاشرة خلال شهر ديسمبر، مقابل جلسة واحدة أغلق فيها بالأخضر. وجاء استمرار الأداء السلبي لسوق دبي إلى ارتفاع وتيرة البيع بدافع الخوف غير المبرر بسبب فقدان الثقة في التعافي. يأتي هذا فيما استرد المؤشر العام لسوق أبو ظبي جانبا من خسائره التي مني بها لأربع جلسات على التوالي بعد موجة من الهبوط ضربت أسواق الخليج تأثرا بالتراجع المستمر لأسعار النفط. كما عززت الأسهم المصرفية صعود بورصة قطر، وزاد المؤشر العام بمقدار 1.12% بدعم من الأسهم القيادية في قطاع البنوك. قالت سي بي آر إي لاستشارات العقارات إن الزيادات في أسعار العقارات في دبي تباطأت في النصف الثاني من عام 2014، وستستقر العام القادم مع طرح معروض وفير من الوحدات الجديدة. وأشارت تقديرات المؤسسة إلى أن أسعار إيجارات العقارات السكنية ارتفعت 7% هذا العام، بينما بلغت العام الماضي 24%. وقفزت أسعار البيع 18% هذا العام و 30% العام الماضي. وكان قطاع العقارات في الإمارة من أكثر القطاعات تقلبا على مستوى العالم على مدى السنوات العشر الماضية، مع تحوله من الازدهار إلى الركود ثم عودته إلى الازدهار مجددا. وتعافت الأسعار من أوائل عام 2012 وارتفعت بشكل كبير منذ يونيو منذ ذلك العام وحتى نهاية عام 2013، ومن المنتظر طرح ما يزيد على 20,000 وحدة سكنية جديدة في السوق العام القادم. مشاهدينا الكرام، جولة السوق ما زالت مستمرة مع حضراتكم. نعم، وفيها بعد الفاصل.
محكمة أمريكية تلزم متاجر وولمارت بدفع 188 مليون دولار لتسوية دعوى عمالية على خلفية تقليص الوجبات وفترات الراحة.